شكاوى عدة تتلقاها نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان من المواطنين بشأن ارتفاع الفاتورة الاستشفائية لمريض كورونا بشكل مبالغ فيه، عدا عن المبلغ المالي الذي تشترط المستشفيات على المريض دفعه كتأمين قبل دخوله المستشفى. وبحسب اتصالات هاتفية أجريناها مع اثنين من المستشفيات الخاصة، تبين أن هذا المبلغ يفوق 20 مليون ليرة لبنانية. بالمبدأ من 20 مليون وتسوء، نحن بناخد مقطوعة بالدفع ديبوزيت، إذا طابق 20 مليون إذا أي سيو 30 مليون، يعني بيتعمل حسابك بالنهار بين المليون و200 مليون و400 هيدي كمستلزمات طبية وتخت؟ بين بي بي بين الهاي فلو أكسجين بين فرق الضمان. رئيس نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون أكد للجديد أن النقابة لا يمكنها التدخل في تحديد تكلفة التأمين، لكنها تكتفي بالتوصية. المستشفيات لما بيصار مريض كورونا بحاجة لعناية فيها، يعني بحالة الخطر، هذا ممنوع تحت أي ذريعة إن كانت أنه المستشفى ما تدخله وتعطيه العناية اللازمة، وإلا سوف تتعرض للملاحقة. مبلغ التأمين المتوجب دفعه مسبقا يستخدم في تغطية نفقات المريض خلال وجوده في المستشفى، حيث تبلغ الفاتورة الاستشفائية لمريض كورونا في العناية الفائقة نحو 3,500,000 ليرة لبنانية في اليوم الواحد من دون احتساب الأدوية باهظة الثمن. وتنخفض هذه التكلفة إلى 2,000,000 ليرة لمريض في غرفة عادية من دون احتساب الأدوية باهظة الثمن. وبالتالي يصل فرق تكلفة الفاتورة الاستشفائية التي يتكبدها مريض كورونا لقاء دخوله بعض المستشفيات الخاصة يومين أو ثلاثة إلى نحو 4,000,000 ليرة. ومن العلاجات التي تقع تكلفتها على عاتق المريض وحده هي إبرة ريمديزيفير التي ولغاية الآن لا يغطي تكلفتها الضمان الاجتماعي، ويحتاج المريض إلى 6 منها خلال فترة العلاج، وثمنها جميعها 4,500,000 ليرة لبنانية. ما فينا نجي نتناسى موضوع الفروقات بالتكلفة ونكب الموضوع على المستشفيات، ما فيها تحملها المستشفيات. هذا بدنا نقعد نحن والجهات الضامنة ونشوف، والدولة في مسؤولية على الدولة اللبنانية. وتبرر هذه الفوارق بأنها لتغطية تكلفة معدات الحماية الشخصية للطواقم التمريضية والطبية من قفازات وكمامات وسترات طبية وغيرها تحدد على سعر الصرف الرسمي للدولار في السوق السوداء، وهو ما لا تشمله تغطية شركات التأمين الخاص. أما إذا كان المريض على نفقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو وزارة الصحة، فيكون المبلغ لتغطية فرق 10% إلى 15% من الفاتورة الاستشفائية. في شكاوى كثير من تجار المستلزمات الطبية أنه مصرف لبنان منه عم بيدعم بالشكل يلي مطلوب، يعني ما عم بيدفع لهم فواتيرهم لا حتى يقدروا يستوردوا عن جديد، وبالتالي عم بيجوا يطلبوا منا ندفع ثمن المستلزم الطبي على دولار 9,000 ليرة، وبيقولوا لنا إذا مصرف لبنان رجع دفع لهم الفواتير بيرجعوا بيرجعوا لنا الفرق. ويحذر هارون من أن ارتفاع أسعار المعدات الطبية ينذر بأزمة مادية ستقع على عاتق المريض في حال عودة الطلب إلى الاستشفاء إلى مستواه الطبيعي. في كتير ناس ما عم بيروحوا على المستشفيات بالوقت الحاضر لأمراض عادية غير الكورونا. الله يستر لما بيعود طلب على الاستشفاء عادي وإذا ظلت الأسعار مثل ما هي، وهونيك بدأ تظهر المشاكل المادية وعدم قدرة المريض على تسديد فاتورة المستشفى. وحده مريض كورونا من يتحمل العبء مع تقاعس الجهات الرسمية الضامنة وشركات التأمين والمستشفيات عن تحمل هذه الفروق، ما يزيد من نسبة الخطر على حياة المرضى، وبخاصة غير المقتدرين ماديا منهم، نتيجة عدم تمكنهم من الحصول على العناية الطبية اللازمة. مروى بلوط، قناة الجديد.